السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير كما العاده، معكم اخوكم عزيز. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو كما العاده. كما كتشوفوا راني خارج، كما كتشوفوا الطبيعه والجو، جو زيان هاد الايامات، فصل الرابع، بداية فصل الرابع كما كتشوفوا الطبيعة، الناس اللي هاد الفيديو غادي يكون فيديو تحفيزي للناس اللي كتظن باللي كندا غير الثلج والبرد والكآبة ولا تخيستاس وصداع الراس. كندا كاين حاجة أخرى خصكم تعرفوها، الطبيعة وفيها لي زيسباس، فيها اتساع، فيها بزاف تاع الحوايج. كما قلت لكم في هذه الوقيته هذه تاع الربيع او حتى الصيف، هنا كاين واحد لا ديفيرونس. حتى في الصيف راه كيبقى هذا الكازون، كتبقى هذه الطبيعه، ماشي بحال حنا في البلاد غير كيوصل. المهم كتدخل الربيع كتكون الخضوره، بصح غير كيدخل داك الصيف كيحرك كلش. هنا لا، هنا كتلقى في عز الصيف كتلقى الشتاء. كما قلت لكم الخوت، كندا محتاجة لمهاجرين، غير هو راه ما كندا ما غاديش تجي عندك للدار وتدق عليك وتقول لك راه محتاجينك. خصك انت تنوض تخدم على راسك، يعني الا كان عندك في دوك الشروط عندك شي حاجة اللي ناقصة خصك تخدم عليها. بار اكزامبل عندك اللغة ناقصة خصك تمشي تقراها، ولا دير جو سي با مو، تخدم على ديك الحاجه اللي عندك فيها الضعف، خدم عليها باش تقوي راسك. نيمبورت كوا، واحد يمشي يدير ديكور بريفي، لقاش هنا راه حتى حاجه ما كتوصل لها فاسيلمون هكا. لحقاش كان جات الهجره لكندا ولا لاي دوله فاسيل، راه نيمبورت كي غادي يجي هنايا. غير هو كما قلت لكم هي ابواب الهجره مفتوحه، بصح خص الواحد يخدم على دوك الشروط كاملين باش الدوسي يكون ديال الدوسي ديالك يكون تري تري سوليد. الور سا مارش كوم سا. واحد القضيه اخرى، خصكم تبعدوا هذوك الناس اللي نيجاتيف، اللي غادي يقول لك ما عندك ما دير بالهجره، وما عندك ما سافا با مارشي، غادي تمشي غير تندم. هاد الناس هادو بعدهم، هاد الناس اللي نيجاتيف. انا كنقولها لكم، الواحد اللي عنده شي بلان في الراس وعندك واحد الهدف باغي توصل له، دير داك الهدف ديالك باش توصل له، وبعد على هاد الناس هادو. هاد الناس سيغتو الناس نيجاتيف، يعني دوك السلبيين، هو ما قادرش ولا ما باغيش يهاجر، اخويا بعدو. انت الا كان عندك الهدف انك تبدل البلاد بوغ اون ريزون اون اوتر، راه كاين بزاف تاع لي ريزون باش ندخل فيهم كاملين، هذا موضوع اخر. مي كله كيما قلت لكم، كل واحد راه عنده واحد السبب علاش كيهاجر. مي كيما قلت لكم، الواحد يبعد على دوك الناس السلبيين اللي غادي يدير لك العصا في الرويضه، غير بدوك ديك السلبيه ديالو، يحاول انك تبقى معاه في ديك البلاد، تسوفري معاه. راه كاع عارفين واش واقع في ديك، واخا شنو قاين في البلاد. مي كيما قلت لكم، الا كان الواحد باغي يهاجر يخدم على الدوسي ديالو. وواحد الحلقة قضيه اخرى، عاوتاني ما تسمعوش لدوك الناس اللي كيقول لك كندا ما فيها ما يدار. راه كاين واحد الجنس سختو اللي عايشين هنا في كندا، عندهم ديال شين يوتيوب، هو تلقى شي وحده راه بحرها كيجي هنايا وكيبقى يكذب على بنادم، يا اما باش يدير البوز ولا باش يديكوراجي بنادم باش ما يجيش هنايا. تقول انت الارض ولات ديالو،
المهم واحد ما يديرش الثقه في كلش. كاين شي وحدين هنايا في هاد البلاد كيبقى يقول بلي كندا ما فيها ما يدار، كندا بعيده، كندا كيجبد شي سلبيات كيهجرك في كندا. بحال هاد لي شين يوتيوب الواحد كاع ما يسمع لهمش، هادو بغي انتهازيين كدابه دي مونتور. الور واحد يدير داكشي داك الهدف ديالو يوصل له. الواحد غير يكون جدي ويخدم على راسه، يخدم على دوك لي فيبلاس اللي عنده، واش نهار توصل. حتى واحد ما لقاها واجده، حتى واحد راه كاملين دزنا بديك المرحله انك كتقول واش غادي يقبلوني ما يقبلونيش. كاملين ما واحد كما قلت لكم، الواحد اللي باغي يوصل لشي هدف غادي يوصل له بصح بالجد، ماشي بالتمني. لحقاش التمني كاع نقدو نتمناو، بصح خص الواحد يخدم على داك المتمنيات ديالو باش يوصل. وكندا كما كتشوفوا كندا راه شوف، هذه مدينه صغيره اللي عايش فيها، مدينه صغيره ماشي شي مدينه كبيره. مي كتشوفوا كلشي منظم، كلشي منظم. اليوم السبت ما كانش الصداع، ما كانش الهراج، ما كان الكريساج، ما كان والو. هنا تخرج بالليل 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 3 4 5 الصباح، والله حتى واحد ما يتعرض لك في الطريق البوليس. باش راني في هذه الجهه حدا البوست تاع البوليس، هذا البوست تاع البوليس، وهنا هادو لي بومبي البومبيه، هذا هو الجهه تاع لي بومبي. وكما كتشوفوا النظافه، لاحظوا معايا الا شفتوا شي وسخه، ما كاينش كاع الوسخ، بحال اللي الوسخ كيجمع راسو براسو. مي الناس هنا النقاوه كي 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 ما كيوسخوش. كتشوف هاد المناظر هادو بحال هاد لي كولور، هادو كنشوفهم تقريبا غير في الخريف، بصح كاين شجور هنا كيديروا شي انواع ديال الاوراق كتولي بحال هكا حمراء، هذيك خضراء، كاينه لهي وحده اخرى حمراء كما كتشوفوا لهي. هادشي كيشهي هادشي هذا. سمعت كيشرح النفس. وكما قلت لكم راه كندا ما غاديش نقول لكم بلي كندا راه ديفيسيل ولا فاسيل، مي الا كانوا عندك ديك الشروط كما قلت لكم وتخدم على راسك راه غادي يجيوك فاسيل. فهمتوا؟ الا توفرت فيك ديك الشروط راك صافي، راك درت رجل في كندا. الواحد غي وما كما قلت لكم الواحد ما يضيعش الوقت، ما تضيعوش الوقت. لحقاش شي نهار غتوصل. المهم الواحد راه كيكبر في العمر، ودوزيامون واحد النهار غتوصل عاوتاني غادي جو سي با. انا ما كنقولش بلي غادي تصرا، مي اون سي جامي، يقدو ينقصوا في المهاجرين. سختو هاد مقاطعه كيبيك اللي انا فيها، كل مره كيقولوا بلي راه سمعتهم المره فاتت كيقولوا بلي غادي يديروا استفتاء على الهجره. استفتاء يعني واش الشعب قابل للهجره ولا لا، مشكله. لحقاش هما عندهم كما كنقولوا عندهم واحد ان كونفلي دانتيغي مع الفيدرال كيمشي لجهه، وهما كيحاولوا كيدخلوا شي حوايج، كيبغوا يكون عندهم لو كونترول سور لي دوسي اوسي. مي الفيدرال عطيهم غير واحد الكونترول على شي حوايج صغار، ما بغاش يعطيهم كلشي الكونترول، بحال داكشي تاع دوسي كريمينال ولا حسن السيره ولا شي حوايج بحال هكا. الفيدرال هي اللي كتدخل فيه، هما ما كيقدوش يدخلوا في هاد الحوايج هادو. الور وسمعتهم بلي كيقولوا بلي صراو شي، المهم
عطاو الفيزا بزاف هاد لاني باسي، هاد السنه الاخرى عطاو بزاف ديال الفيزات بوغ لي كونطرا دو ترافاي، عقود العمل. بحال اللي كسر هنا البشر كرامبي، عمري ما شفتها هاد المدينه فين ساكنه انا، عمري ما شفتها اوسي بلان، عامره بالمهاجرين. اغلبيه توانسه، كاين المغاربه، كاين دوك افريقيا جنوب الصحراء، السنغال، كوت ديفوار، بحال هكا. على الجهد عمرت المدينه. فين ما مشيت دابا كتلقى المهاجرين، والاغلبيه جاوا كونطرا دو ترافاي. الوغ وشنو بغيت نوصل لكم الخوت من هاد الميساج، هاد الفيديو هذا، وان اي واحد خاطرو في الهجره يقد يوصل للهدف ديالو، بصح خص الخدمه الجديه. ما عندك شي كما قلت لكم، عندك شي نقص في شي جانب من الدوسي ديالك خصك تخدم عليه، يا اما اللغه، يا اما الا عندك شي كونط بانكير ما فيش الفلوس دير فيه الفلوس وروج. تجربه، الا ما عندكش تجربه خدم عليها، الا سورتو الا راك صغير فلاج، واحد ما يزربش. الا كان عندك ديبلوم مزيان وما عندكش تجربه، خدم دير شويه تاع الخدمه وتكون ديكلاري في السي ان اس اس، وانت مو دير تجربه، دير واحد 6 شهور ولا عام ولا عامين وغير دفع بها، سي سيور غادي يقبلوا. وكما قلت لكم راه كاين بزاف الطرق باش الواحد يجي، كاين لحقاش كاينين بزاف اللي كيدخلوا كيسقسي وكيقول لك كي ندير جي لكندا، وسير القناه راه هذا الموضوع راه هضرنا عليه بزاف مرارا وتكرارا، كاع الطرق راه هضرت عليهم، كاين الدراسه، كاين السياحه، كاين اريما الا بغيت تجي اقامه دائمه، كاين اونتري اكسبريس، كاين عقود العمل. المهم كاين بزاف ما كيدير الواحد يجي، كاين اللجوء، كاين بزاف تاع الحوايج، كاين بزاف تاع الطرق. والواحد اللي بغى يعرف شي حاجه راه يدخل القناه غادي يلقى راه هضرات على هاد المواضيع هاد، كيدير الواحد يبدا الدوسي ديالو. وكما قلت لكم راه الدوسي تقدروا ديروه بوحدكم، ما محتاجين لا محامي لا المهم انا بعدا فاش درت الدوسي ديالي درته بوحدي، ما درت لا محامي لا اجون لا حزان، درت داك الشيء بوحدي. المهم كما كتشوفوا الخوت اليوم الجو جميل وشاعري، ما غاديش نطول لكم في هذا الفيديو اكثر من هكا. المهم كان هذا واحد الفيديو تحفيزي للناس اللي كتشك وباغيه تجي هنا لكندا، الواحد يثق في راسو ويخدم على راسو والكمال على الله. يلا الخوت، نتمنى الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم كما العاده ديروا لايك وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك. يلا مع السلامه.